الجوال والسلطات العليا انها تنظر بعين الاعتبار هذا الخوف انه حاله مستعجله على 30 مارس يا خاطر انا منزلها مرتين ودورها مقالوش المخ. نشكر قناه السابعه ونشكر قناه البي بي سي على انها لبوا لي الدعوه تاعي انهم ضامنين معي حسين وليدي. وليدي هذا نديت عمي فات المصر وعالجته ثم مده شهر ما كفانيش الوقت ونحوس نقدر نرجعو هذا المره وراه حبني ديفي حبني الوقت ونحوس ثاني السلطات العليا وسياده الوالي انهم يسهلوا لي رخصه الخروج الوطني هذا وانهم يحاولون المحسنين ثاني من رجال الاعمال الناس المحسنين اللي يفعلوا الخير بس لا ديلي راه حبني راه 30 مارس 30 مارس لازم نعود في مصر باش نعالج